نبدأ حلقتنا اليوم من المختبر المركزي لفحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة تشبد، اللي يقدم خدمات عدة لضمان استدامة وسلامة الغذاء والأمن الغذائي. طبعا أيضا هذا المختبر يهدف إلى تعزيز تغذية المجتمع من خلال تطبيق سياسات ولوائح ونظام رقابي فعال وفق معايير ومواصفات عالمية وكوادر إدارية فنية مختصة وشراكة مجتمعية متكاملة. إذن ومشاهدين، الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من المختبر المركزي لفحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية في منطقة الصليبية، مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي. نواف، صباحك الله بالخير معنا. لو نتكلم وتطلعنا أكثر على دور وخدمات اللي يقدمها مختبر فحص التغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية. صباح الخير سعود، وصباح الخير مها، وصباح الخير لكل من يشاهد الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح. ومثل ما تفضلت سعود، نحن الآن متواجدون في أحد المختبرات التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، وهو مختبر فحص الخضار والفاكهة في منطقة تشبد. وحقيقة يعني دور الهيئة العامة للغذاء والتغذية دور كبير، وجهود تبذل من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال فحص الأغذية المستوردة. ولكن حتى يكون المشاهد على صورة قريبة جدا من العمل في هذا المختبر اللي احنا الآن متواجدين فيه وكيفية سير العمل من خلال استلام الأغذية المستوردة وفحص العينات وكيفية كتابة التقارير في هذا المختبر، يسعدنا أن يكون معنا الآن المهندس عيسى سمير المطيري، مهندس كيميائي في إدارة المختبرات الغذائية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية. مهندس عيسى، صباح الخير ويعطيكم العافية. حقيقة يعني جهود كبيرة قاعد تبذل من خلال الهيئة العامة للغذاء والتغذية وأيضا من خلال المختبرات التابعة لها، ونحن الآن متواجدون في منطقة تشبد في مختبر فحص الخضار والفاكهة. يعني نبي نعرف دور الهيئة العامة للغذاء من خلال هذا المختبر، آلية العمل في مختبركم، كيفية استلام العينات من الأغذية أو من الأغذية المستوردة، كيفية الفحص، إدخال البيانات. نبي يعني تشرح لنا كيف يتم سير العمل في هذا المختبر. أول شيء أحب أصبح على المشاهدين. طبعا بالبداية احنا نستلم الأغذية من الأغذية المستوردة إدارة تبع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بعدها يتم إدخال كل عينة باستمارتها إلى نظام إكس الموجود عندنا بالمختبر، بعدها ننظر للعينة ظاهريا للتأكد من خلوها من أي شوائب أو أي حشرات أو أي عفن ظاهري، بعدها نفحص العينة كيميائيا، ندخلها بروسس كامل كيميائي إلى جهاز الحقن للتأكد من خلوها من أي مبيدات حشرية، سواء كانت مبيدات حشرية مسموحة أو مبيدات حشرية غير مسموحة، لأن عندنا بعض المبيدات الحشرية المسموحة ممكن تكون التركيز داخلها نسبة عالية جدا. يعني طيب يعني مهندس عيسى، يعني هذه الفحص وكما تفضلت موضوع المبيدات، يعني هل هناك بالفعل في مبيدات يعني معتمدة يتم السماح لها في يعني رش الخضار والفاكهة في أثناء زراعتها؟ يعني عملية ما بين ان احنا نفرق ما بين هذه المبيدات ضاره او تكون مبيدات مسموحه، هل هذا يكتب في التقرير؟ نعم طبعا، احنا عندنا عن طريق مجلس التعاون الخليجي لجنه المقاييس فيها المبيدات الحشريه المسموحه بتراكيز مسموحه، فلما نحقن جهاز الفحص نتاكد من تركيز كل عينه إذا هي التركيز هذا مسموح أو لا، ونطلع تقرير بناء عليه. ففي حال طلعت هذه العينة سليمة يتم إدخالها أنها سليمة، وإذا غير سليمة يتم فحصها مجددا بشكل مستعجل للتأكد من خلوها، وإذا أثبتت أن العينة هذه فيها شيء راح يتم وضعها أنها غير صالح للاستهلاك الآدمي عن طريق نظام عندنا اسمه نظام الأغذية المستوردة، فراح يوصل ألارم أو إنذار للأخوان بالتفتيش لسحب العينة من السوق.
مهندس عيسى، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة وعلى الجهود اللي تبذلونها أنتم ككوادر وطنية في المختبرات التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ونتمنى لكم التوفيق، وكل الشكر على يعني سعيكم الكبير من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال يعني الفحص الدوري لهذه المواد الغذائية المستوردة. كل الشكر لك. يمكن سعود، كما تفضل المهندس عيسى سمير المطيري مهندس كيميائي في إدارة المختبرات الغذائية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، حول الآلية المتبعة هنا في هذا المختبر، وأعتقد يمكن كل المختبرات التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية نفس النظام يأتي من خلال استلام الأغذية المستوردة وأخذ العينات وإدخال البيانات وكتابة التقارير وعملية البحث إذا ما كانت هذه الأغذية يعني صالحة أو غير صالحة. طبعا هذه جهود كبيرة وتبذل، وهنا هناك من يعمل حقيقة في هذه المختبرات وكل همه وكل جهده بأن يكون هو على يقين تام بأن تكون هذه الأغذية صالحة للاستهلاك الآدمي. نعم، بالفعل جهود تشكر لهيئة الغذاء والدواء على سلامة تأكد من سلامة الأغذية والفحص التام والشامل لجميع الأغذية لسلامتها. مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.